الله يبعد عليكم العين أجمع، والله لا الله يبعد عليكم العين، والله لا العين الله يوعد أجمع. لازمنا نرقي ورواحنا. الله أولا الله يبعد علينا الغرور، أنا نخاف ونغتر روحنا من كثرة يعني الانبهار بهذا الجمال الذي تمثلونه. ثم الله يبعد علينا العين، وبعد علينا الحساد، وبعد علينا الظالمين، وإن شاء الله ربي يفتح لنا سبل خدمة بلدنا وخدمة أمتنا في هذا الوطن العزيز.